مشاهدينا الكرام، مزيد من المتابعة والتحليل لهذا اللقاء ولهذه القمة والتي سوف تعقد اليوم في المملكة العربية السعودية بجدة. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني كيف تقرأ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة جدة؟ هو طبعا لقاء مهم جدا، هو اللقاء الاول بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي جو بايدن منذ ان تولى الرئيس الامريكي رئاسه الولايات المتحده الامريكيه. كان في العام الماضي اكثر من اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ان استطاعت مصر ان تحل الازمه الاسرائيليه الفلسطينيه واعاده الاعمار مره اخرى في غزه. كان في اتصال وكان في تسميم للدور المصري من جانب الرئيس الامريكي للموقف المصري في ذلك الوقت. طبعا في الوقت الحالي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الامريكي، احنا عارفين المنطقه او العالم كله اصبح هناك العديد من المتغيرات، اصبح هناك تشكيل جديد للنظام العالمي الجديد وظهور قوى جديده. يجب ان يكون هناك تنسيق وتعاون قوي بين مصر وبين دول العالم ككل. الدولة المصرية سياستها واضحة، اللي هو إقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة في كل النظام على مستوى العالم كله. طبعا هناك علاقات سياسية، علاقات اقتصادية، علاقات عسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. مصر شريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مصر لا يمكن إحداث أي ترتيبات في منطقة الشرق الأوسط إلا بعد التنسيق المباشر مع الدولة المصرية، لأن مصر هي أصبحت القوة الفاعلة في الوقت الحالي لمنطقة الشرق الأوسط. مصر بتسعى إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن بصفته أنه لا ينفصل عن الأمن القومي المصري بأي حال من الأحوال. العمل واضح وصريح في الوقت الحالي من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توحيد الدول العربية، من أجل وضع حد للصراعات. استاذ جميل، يعني انطلاقا من كلام حضرتك واستكمالا له، انه العلاقات المصريه الامريكيه بتقوم بالفعل على التشاور والحوار الاستراتيجي المستمر بين الدولتين. كيف ترى يعني هذا المبدا على القمه، انعكاسه على القمه التي سوف تعقد اليوم، وعلى العلاقات الثنائيه بشكل عام بين القاهره وواشنطن، ودور مصر في هذه القمه انطلاقا مما تحدثت عنه منذ قليل؟ هو طبعا القمه دي القمه مهمه جدا، قمه زي ما بقول لحضرتك في اطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي والتباحث بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. هو كل سنه في حوار استراتيجي بين مصر والولايات المتحده الامريكيه، الهدف منه وضع الخطوط التي تسير عليها العلاقات بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يحدث اي ترتيبات او اي مواقف داخل منطقه الشرق الاوسط الا بعد الحديث مع الدوله المصريه وابعاد ذلك على الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط. طبعا مصر والولايات المتحده زي ما قلت لحضرتك هو في هناك تعاون كبير جدا، تعاون استراتيجي، تعاون اقتصادي، تعاون سياسي وعسكري. كل ده لا يمكن باي حال من الاحوال ان هو يعني تجاهله في اي مفاوضات تتم بين الجانب المصري والجانب الامريكي. طبعا زي ما بقول لحضرتك ان الرئيس عبد الفتاح يضع المصلحه الوطنيه اولا ومصلحه الدول العربيه في اي حوار استراتيجي يتم بينه وبين زعماء العالم وبالاخص مع الرئيس بايدن اليوم. نعلم جميعا أستاذ جميل أن هذه القمة تأتي في ظل الظروف العالمية بالغة الأهمية والحساسية، طبعا بفعل الأزمة الأوكرانية الروسية، وبفعل أوضاع اقتصادية صعبة في العالم كله. إلى أي مدى ستمثل يعني القمة انطلاقة أو نقطة تحول لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة بالقمة في سبيل الخروج من هذه الأزمة وفي سبيل الوصول لاستقرار اقتصاديات هذه الدول؟ هو بالطبع هي قمة مهمة جدا وتأتي في وقت مهم جدا،
الأزمة زي ما حضرتك قلتي الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الاستقرار على مستوى العالم كله، زي ما قلت لحضرتك إن في إعادة صياغة للنظام العالمي الجديد في الوقت الحالي، ظهور قوة جديدة واختفاء قوة، كل ده طبعا التكتلات الاقتصادية أو التكتلات القوية كل دي الهدف منها في الوقت الحالي انها تعبر بالازمه بشكل كبير، الحصول على الامن، الحصول على الاستقرار، الامن بكل ابعاده، الامن السياسي والامن الاقتصادي، وامن الطاقه ايضا شيء مهم جدا في الوقت الحالي اللي بتعاني منه العالم كله بسبب هذه الحرب. فوجود رؤيه عربيه موحده صادقه خالصه الهدف منها المصلحه الوطنيه للدول العربيه ككل، اعتقد ان ده شيء مهم جدا، وده اللي قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الايام او الاسابيع الماضيه من خلال اللقاءات المستمره مع القاده والزعماء في دول الخليج العربي وملك الاردن ورئيس وزراء العراق، من ايجاد صيغه مناسبه للتفاوض او للحديث او وضع شروط التفاوض مع الرئيس الامريكي جو بايدن. اعتقد ان للمره الاولى ومنذ فتره طويله جدا يوجد في تنسيق عربي موحد لمواجهة الأزمات، الوحدة العربية أو التكتل العربي قادر على العبور بالأزمات، قادر على وجود على مواجهة أي تحديات ممكنة خلال الفترة القادمة، وهو ده الاستراتيجية اللي كان وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الدول العربية مرة أخرى، أن يكون هناك قوة عربية، أن هو يكون هناك لسان عربي واحد قادر على التفاوض، قادر على وضع المخاطر والتهديدات اللي بتواجه الدول العربية ككل لمواجهة التحديات، وأيضا تحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق مصالح الشعوب العربية في الوقت الحالي. نعم أستاذ جميل، دعني أسألك بشكل يعني مباشر، ما الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحضور إلى المنطقة هنا والالتقاء زعماء المنطقة في الشرق الأوسط؟ كان من الممكن أن تجرى هذه القمة بشكل آخر سواء افتراضيا أو حتى في الولايات المتحدة، لماذا حرص على التوجه للدول العربية لعقد هذه القمة؟ الدول العربية أصبحت في الوقت الحالي دول قادرة على اتخاذ القرار الصحيح والقرار المناسب. كان قبل كده كنا بنشوف انه كانوا بيتعاملوا مع كل دولة عربية على حدة، هناك كان فرقة بين الدول العربية بعضها البعض، لكن في الوقت الحالي الدول العربية كلها على قلب رجل واحد تعلم جيدا حجم التحديات وحجم التهديدات اللي بتواجه المنطقة. لهذا السبب كان هناك الرؤية العربية الواحدة، لهذا السبب قرر الرئيس الامريكي جو بايدن انه ياتي الى جده ونلتقي بالدول العربيه، وهو يعلم جيدا بقاده ورؤساء الدول العربيه، وهو يعلم جيدا ان القرار الذي سيصدر هو القرار او المفاوضات التي ستتم هو مفاوضات متفق عليها بين الدول العربيه بعضها ببعض من اجل تحقيق مصلحتها، من اجل تحقيق الامن. الدول العربيه ليست كما سبق، الدول العربيه تسعى في الوقت الحالي الى لم الصراعات او انتهاء كل الصراعات اللي متواجده في المنطقه من اجل اعاده القوه العربيه الواحده القادره على مواجهه اي تحديات، مواجهه اي ازمات. لهذا السبب ايضا ان الدول العربيه تمتلك لديها الطاقة التي يحتاجها العالم في الوقت الحالي، فلهذا السبب أعتقد أن وجود الرئيس جو بايدن في الوقت الحالي مع الدول العربية هو من أجل تحقيق المصلحة للمنطقة وتحقيق أيضا لوضع سياسة جديدة في التعامل مع المنطقة ككل. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.